ندعي شحاب يا خال وثك الجبال عارف شو معدني رغم هذا الحل وعاني فوق ظروف نعرفش اشي اسمخ وبعرفش شو بصير معاي بنص البال بكلاشنكو. مرحبا معكم علاء بحلقة جديدة من برنامج رأي مش مهم. شكرا كتير، ما توقعتش الفيديو الأخير يجيب مشاهدات لأن إلي فترة منيحة قاطع على اليوتيوب. الحمد لله، شكرا لكل الناس اللي دعمت الفيديو وشكرا لكل حدا كتب كومنت وكتب رأيه، هذا الشيء كتير بهمني. المهم بدناش نتأخر، زي دائما زي ما عودتكم رح نسمع أغنية لحدا جامد كتير وبعدها نسمع الأغنية اليوم اللي أنا جاي أحكي عنها. في أخيرة ظلم غير المدينة، شفاضي لحالي بحكي لك، أربع حيطان بتشكي من غيرة بعيدة عن أنه بغير تشكيلة، بحاول يتمنى نشكيني، أربع حيطان مش حتبني مدينة، مش مستني أي فرصة، فرصة حساب اللي بيعلى بالبورصة، فرصة أصحابي احكولي شو القصة، قصة بستنى توضح لي هالفكرة، فكرة خدها من لساني لو عبرة، أعطيني من جيبتك القطرة. رجعنا، بدنا نسمع أغنية اليوم، أغنية اسمها باشا اهتدي. أوكي الاسم غريب بس معلوف لنا ليه، أبيوسف أبو الأنوار معروف هاي الأغنية لمين، فبدنا نسمع إحنا أغنية نزلت من أكمل يوم اسمها باشا اهتدي ونشوف ونعطي رأينا يعني بس. يا إيش يلا بيقولوا امصلي بيقولوا ابتدي باشا ده دنا بحكام ونقتدي، انت هتبتدي انا هبتدي هنصلي في الجامع باشا اهتدي. كلنا بنعرف هاد الفلو لمين، اغنية باشا اعتمد يعني مشفوف الفلو على الاخر بس بطريقة حلوة عن جد. في كتير اغاني بتتعدل وبتنعاد من اول بطريقة تانية وبتطلع حلوة. باشا اهتدي باشا اهتدي باشا اهتدي باشا اهتدي، قرآني ده لازم يتختم، بصلي فلازم التزم، مش هشتم مش لازم اتشتم، بغمض مش عايز اتفتن، لو عدت مش لازم التفت، متوضي مش خايف اتحسد عصير. طيب اسمع، مبدئيا عن جد مش قاعد بحكي اشياء سيئة بالاغنية، لانه انا اللي خلاني اعمل هذا الفيديو اني انا شفت البوست اللي نزلته راب سين عن الاغنية، اعلان الاغنية، فت على الكومنتات مش مخليين كلمة سيئة، فهالاشي اللي عن جد خلاني بدي اعمل اشي على الاغنية هاي. موجودة بتتهبل يا الصبية مكسورة بالسيفن، الصبية موجودة والجاي بالتلج، تمر وخروب ومش عارف الفرق، القصب السود ده ما خدته ركنته خلصه خشاف، قمت شارب من مانجا، مش بشرب مية بثانية قبل الفجر، قبل الأدام ببقى جوه المزج تورتيل جامد بس بارك الله. طب اسمع عن جد مش قاعد بكفر يعني، بحكي أشياء عن جد احنا بنعملها برمضان، بحكي أشياء بعملها في رمضان بس قاعد بعبر بالطريقة اللي بيقدر هو يعبر فيها يعني بالأغنية عن الأشياء اللي بيسويها بس. وفي مرض قبل الأذان أنا أبويا ينزلني وأجيب العصير، ماشي المدفع بيضرب فبفطر فببدأ إن أكل كتير جامد، محاشي وخروف وديكرومي وحمام من الحجم الكبير، أيوة هقفش في الكبدة مش هقدر أسيبها لابن أختي سمير. يا بيقولوا أمصلي بيقولوا ابتدي باشا ده دنا بحكام ونقتدي، أنت هتبتدي أنا هبتدي هنصلي في الجامع باشا ابتدي. بس بعرف انه مام صاحب ابو الانوار وقبل لك من يوم بالضبط شفت لهم صوره مع بعض يعني، واكيد بيعرفوا بالقصه هاي انه في اغنيه راح تنزل بهذا الشكل. ممكن لو الاشي عن جد كان مسيء او ممكن يضر كان ممكن ما قبلوش انهم اصلا يشفوا الفلو، او بعرفش اذا بقدروا قرروا اذا بينفع ياخذوا البيت او الفلو نفسه، فمش عارف صراحه. باشا اهتدي باشا اهتدي باشا اهتدي اه مش اوبا، المصحف في الشنطه، السبحة في الايد، خطبة في المسجد هنحضر اكيد. والله وام جامد صراحة، سمعت له اخر اغنية فيديو كليب نزله ونسيت ايش كان اسمه بس كان كتير جامد، بنصحكم تفوتوا على الصفحة عنده وتسمعوا الاغنية. تذكرت الاغنية كان اسمها ضواحي، كتير جامدة. قعدة تلاوة وترتيل ساجدة ربي كريم مش اشرب سجاير، يعني بينفعش يغنوا هيك اغاني لانه منظرهم غريب مثلا؟ لا مخصص، ولا عمره كان الايمان او الدين بالشكل صراحه. هب احبس بالتمر والحمد ده دايم، كنافه وطايف والدايت البايظ، سكر كتير وهندمر السايز فوق جاي، ناكل دانت تابل الفول، الزبادي كل طعم في يوم، وهختم بالتمر سحور سكه ودهري، البشاميل ده مغري جد، قشطه يا حبي الرؤى هينفخني، مش بحبك. بحب احكي للناس اللي كانت تحكي انه هاي الاغاني قاعدين بيعملوها لتجيب فيوز، طيب هاي الاغاني شو؟ هاي الاغاني اللي بتجيب 300 مليون و 400 مليون ايش؟ يعني احكوا لي هذا الرقم ايش؟ وهذا الرقم ايش؟ احكوا لي انتوا ايش هذا الرقم؟ يعني بصراحه مش فاهم فكره الناس اللي بتضلها تفكر انه الراب او الهيب هوب شيء جدا شوارعي، لا هدول الناس بغنوا راب وهيك بيقدروا يعبروا عن اغانيهم، بيقدروش يغنوا هاي الاغاني اللي تبعت سامي
يوسف ولا سامي زين ولا مش عارف مين شو اسمه هدول، كل واحد بتخيل انه بيقدر يعبر عن الاغنيه كيف بيقدر يعني صراحه. كلش هنزل ما ايده بلاش عمر فين لسه ما جاش في بيته بيفطر مع جنج حبست التانك حاسس بنت عاش بيقولوا ام صلي بيقولوا ابتدي. والله الشباب جامده والفايب تبعهم رهيب حلو يعني، هي ترول الاغنيه اصلا يعني واضح الاغنيه انها ترول بس فيها اشي حلو صراحه. باشا ده دنا بحكام ونقطه دي انت هتبتدي انا هبتدي هنصلي في الجامع باشا هتبتدي. عجبتني الترانزيشن اللي صارت بس اذا ما كانش المقطع صراحه حلو راح اقصه لان بديش الفيديو يطلع 20 دقيقه زي اخر فيديو 17 دقيقه ما بعرفش كم واحد حضره كامل. اللهم اني صايم بس بتليفوني صامت بنزل بعد الفطر لاني مش بشوف رامز صامت مش بضعف قدام شهوات مسلم واحد بالله. والله عن جد اسمعوا ركزوا بالكلمات عن جد مش عم بحكي اشي سيء عم بحكي اشياء يعني بتصير واشياء بنعملها ولو عن جد الناس بس بدها توقف قدام الشخص اللي بيعمل اشي منيح يعني لو عمل اغنية وغلط فيها حبتوها هيك الناس عن جد الناس مش مفهومة. قبل الاسامة فعل افطار اتراك عم ويصل لما نحضر انا والشلالة ما نجمع نبادي وننعمل بنخسار لو عنا فاتن بغضب بصر صايم ببدا نعوف وغضب بحس صبحي في قدي حجر مش طايف اعمل مع اي بشر شط تمر بعد الفطار ده فصلان دايم الشهر ده فيضان فايب مع الصحبة رمضان نايم. بحب الفلو تبعه بحب الكاركتر الشخصية وبحب الشخصية تبعته بالفيديوهات يعني حضرت له كمان شغلة كانوا كتير حلوات منهم ضواحي يعني اللي حكيت لكم عنه اول الفيديو. والزينة في كل مكان الطهر من المعاصي سهرة ايام زمان والشباب على نواصي رمضان كريم على الحاقدين ابقى حاطط بس بليز تبعد عن الحد. رمضان كريم على الحاقدين فعلا ايه ده عشان قاضت مليان زنوش ناوي بس احسن منكم هتكون ده لاني بتوب انا والجنج على الفجر بنتجمع من باب السحور لحد الشرود نتمشى ونروح لفرقه لان درمخ بيشوف بخروب انا ما بحبوش العادي يا زميلي بنتعامل هتجيلا. صراحة هذا علاء أول مرة بسمع له بس كتير جامد والله كتير جامد. أنا نزل الماتش هيفوت دود الماتش ابتدى هبصي وهشوت مقصدش النجيلة مش ناقصة فرهضة بلاي ستيشن از بوك دراعك شغال ما تتحججش بقى لما تيجي تدوس نايس نايس عم بطل حمراء عم بطل حمراء دراعي اتصل كانسل عم بطلها أنا ما فيش متى تقدرنا فكك من الحريم دي يسر ياه بنشوفها بتفضلنا طلنا ليه عطلنا خلصنا خلينا نشوف إذا فيش ريلكس واو نايس والله مش على المكسيك مكسيكي مكسيكي مش هنعرف ناكل تاكو عشان هنكون صايمين ولاو اي تحيه للمكسيك شفتوا يعني حكى لكم انه هي مشفوفه من المكسيك يعني من الاخر يعني بصراحه الاغنيه حلوه لطيفه وتغيير جو هي اكثر يعني هي مبينه يعني ترول الاغنيه مزح فيش فيها مسبات ما غلطوش. إذا أنتم معتبرين عن جد إنه هاي الأغاني بس عشان تشدوا مشاهدات فأنا بالنسبة إلي وأنا بعتبر هاي الأغاني كمان بتشد مشاهدات. أنا إنسان ما بسمع الأناشيد ما بسمع هاي الأغاني أنا إنسان كتير بحب يسمع راب صراحة فممكن أسمع هاي الأغنية ما أسمعش هاي الأنشودة لأنه هون أنا هون راسي أو هون جوي فاهمين عادي ما عجبتك الأغنية ما تسمعها مش تقلب الكومنتات مسبات ومش عارف شو صدقني الكومنتات الغلط والمسبات المش منيحة هذا هو الغلط هدول ما سبوا ما غلطوا عن جد الأغنية كتير جامدة وحلوة وهي أحلى لايك يا جماعة استمروا توقفوش الناس الحاقدة ملان دايما فإذا طلعتوا عليهم مش راح تتقدموا بحياتكم وهذا الاشي اللي عندي وهذا الاشي اللي بدي أحكيه بالآخر أنا دايما بحكي بكل فيديو أو بكل اشي بحكيه رأيي مش مهم يعني رأي الجمهور لا يعتمد على رأيي عادي إذا رأيي مش حلو خلاص تمام يعني بالنهاية هذا الاشي إلي يعني بس وبس يا جماعة انحرق دمي أقسم بالله حاسس الأغنية لأبوي. المهم نشوفكم بالحلقة الجاي فيديو جديد تنسوش تكتبوا لي إيش رأيكم بالأغنية وهل الاشي كان غلط ولا صح وأهم اشي تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة نشوفكم فيديو جديد بحلقة جديدة من برنامج رأيي مش مهم بيس.